السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بالمسرات. في مجلس كان فيه الصحابي الجليل زيد بن أرقم أدخل رأس مقطوع، وقام صاحب هذا المجلس وفي يده عصا بوضعها داخل ثغر هذا الرأس المقطوع، فضربها زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه ثم قال: ارفع عصاك، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر. أما الرأس المقطوع فكان رأس ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. ولد الحسين رضي الله تعالى عنه في 3 شعبان من سنة 4 للهجرة، ولما ولد الحسين أراد أبوه أن يسميه حربا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الحسين وأذن في أذنه وأقام في الأخرى وحنكه بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعيش له أولاد ذكور، فقد مات ولده القاسم وهو صغير، ومات ولده عبد الله وهو صغير أيضا. وأما بنات رضي الله تعالى عنهن فأنجبن أولادا ذكورا ماتوا أيضا. فزينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم ولدت عليا وأمامة، ومات علي وهو صغير. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رزقت بمولود من عثمان بن عفان زوجها رضي الله تعالى عنه، وسموه عبد الله لكنه مات أيضا وهو صغير. أما أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت أيضا عثمان بعد وفاة أختها رقية لكنها لم تنجب أبدا. أما أصغر بناته وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها فأنجبت الحسن والحسين ومحسن أو محسن، مات منهم محسن وهو صغير. ولذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين أبلغ الحب، وأحب أمهما فاطمة رضي الله تعالى عنها أبلغ الحب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودل وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه. وكانت إذا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه من محبته لها رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ابنيها الحسن والحسين أعظم الحب. يقول بريدة رضي الله تعالى عنه: خطب بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثر ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله تعالى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ يكمل الخطبة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا يضعهما على الأرض، فإذا عاد للسجود عاد للركوب على ظهره، حتى إذا قضى صلاته أجلسهما على فخذه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسين ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. ووجه الشبه أن الولد يقبل ويشم كما يشم الريحان. وقديما قالت الأعرابية: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ أدرك الحسن والحسين 5 سنوات من حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبو بكر أكرمهما وعظمهما رضي الله تعالى عنه. ثم تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسار على نفس النهج في إكرام الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه. وفي خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا سار على نفس النهج في إكرام الحسن والحسين. ولما حاصر الثوار بيت عثمان رضي الله تعالى عنه أرسلهما علي ابن أبي طالب أبوهم للدفاع عن عثمان وحراسة بيت عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما تولى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أمر الخلافة شارك الحسن والحسين مع أبيهما علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما طعن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له الناس: هل نبايع الحسن
الحسن قال لا آمركم ولا أنهاكم. وبعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بايع الناس الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، واجتمعت لديه الجموع وتجيشت لديه الجيوش. أما أهل الشام فبقوا على بيعتهم لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وأصبح للمسلمين خليفتين في حادثة تعتبر هي الأولى منذ بزوغ فجر الإسلام، واجتمعت الألوف المؤلفة من أهل العراق لقتال أهل الشام. وكان الحسن رضي الله تعالى عنه كاره لهذا الأمر، لكنه كان يخاف من مخالفة هذه الجموع أن تحدث فتنة، ولذلك خرج على رأس هذا الجيش على كره منه. وسار جيش أهل العراق حتى قابل جيش أهل الشام، فئتين عظيمتين من المسلمين سيتقاتلون، سيسفك بعضهم دماء بعض. وتوالت الرسائل بين الحسن رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، وكل واحد يريد أن يقنع صاحبه بوجهة نظره وصواب رأيه. واقترب الفريقان من القتال، وهنا قرر الحسين رضي الله تعالى عنه أعظم قرار في تاريخ المسلمين، وقام بخطوة من أخطر الخطوات على مر التاريخ، وهي خطوة جريئة لا يقوم عليها إلا ذو نفس جريئة صالحة صافية. قرر أن يتنازل عن الخلافة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو راض تماما وفي غاية القوة حقنا لدماء المسلمين وإصلاح ذات بينه. وأرسل الحسن إلى معاوية يخبره بتنازله عن الخلافة على أن تحقن دماء المسلمين وتعود الجيوش من حيث أتت. وأصبح معاوية رضي الله تعالى عنه أميرا شرعيا للمسلمين جميعا، وسمي هذا العام عام الجماعة. وهذا يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحسن سيصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن ثم قال إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ووقع هذا فعلا، وفاز بها الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة أمسك، خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين، فأكمل 30 سنة. وبقى الحسن والحسين في العراق، لكن أهل العراق إذا أرادوا أن يسلموا على الحسن قالوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين، وأخذوا يطعنون فيه ويتكلموا فيه كما قتلوا أباه من قبله، حتى خرج الحسن والحسين إلى المدينة. وكان الحسن والحسين يترددون دائما على معاوية في كل سنة، فيكرمهم أعظم الإكرام ويستقبلهم أحسن الاستقبال ويعطيهم أجزل العطايا. ثم مات الحسن رضي الله تعالى عنه، واستمر الحسين على زيارة معاوية رضي الله عنه في كل سنة. فكان معاوية على عادته في كل سنة من الترحيب بالحسين وإعطائه العطاء الجزل وإكرامه التكريم الذي يليق به رضي الله تعالى عنه. بل شارك الحسين رضي الله تعالى عنه في جيش كان يقوده يزيد ابن معاوية، الذي اتجه لغزو القسطنطينية عام 51 من الهجرة. وفي حياة معاوية رضي الله تعالى عنه بدأت شرارة الأحداث، وأخذ معاوية رضي الله عنه يأخذ البيعة لابنه يزيد من بعده، وهنا بدأت شرارة الخلاف. رفض البيعة ليزيد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر والحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. وسبب الرفض والاعتراض هو في طريقة التوريث التي لم تكن معروفة في الإسلام ولم تكن معهودة من قبل في الخلفاء الراشدين. ومات عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يتولى يزيد الخلاف. قال معاوية لابنه يزيد إني كفيتك الرجال وذللت لك الأعداء وأخضعت لك أعناق العرب، ولا أتخوف عليك إلا من هؤلاء الأربعة. وقال أيضا معاوية لابنه يزيد إن أهل العراق لن يدعوا الحسين حتى يخرجوه عليك، فإن ظفرت به فاصفح عنه، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما. وكأن معاوية رضي الله تعالى عنه يتنبأ بماذا سيحدث في المستقبل. وفي 60 مات معاوية رضي الله تعالى
عنه وتولى يزيد ابنه الخلافة. وأول عمل قام به يزيد ابن معاوية أن طلب من والي المدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ له البيعة من الحسين رضي الله تعالى عنه. أما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فبايعوا رضي الله تعالى عنهم حتى لا يحدثوا خلافا بين المسلمين، وبقي الحسين وعبد الله بن الزبير على رفضهم في بيعة يزيد بن معاوية. وحتى لا يضغط عليهم يزيد بن معاوية أكثر وأكثر انتقلوا من المدينة بأهلهم إلى مكة. ولما سمع أهل العراق أن الحسين رضي الله تعالى عنه لم يبايع بدأوا يراسلونه ويبايعونه ويدعونه إلى القدوم إلى العراق، وأنهم لن يبايعوا يزيد، فتعال إلينا حتى نبايع. وكثرت الكتب من أهل العراق إلى الحسين حتى جاوزت 100 كتاب ورسالة فيها الفرح بموت معاوية رضي الله تعالى عنه وسب يزيد ودعوة الحسين للخروج والقدوم إلى العراق. الحسين رضي الله تعالى عنه مرتاح لأهل العراق ويعرف سوابقهم مع أبيه وسبهم لأخيه الحسن ولا وثق فيهم، فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ليتأكد بنفسه ويعرف صدق الناس من كذبهم ويكشف حقيقة الأمر. وسار مسلم ابن عقيل إلى العراق، ولما وصل الكوفة نزل في بيت رجل من كبار أهل الكوفة هو هاني ابن عروة، وفي بيت هاني ابن عروة تمت البيعة للحسين رضي الله تعالى عنه، فبايع في البيت أكثر من 18,000 رجل كلهم يبايعونه على الموت وعلى الخلافة. أمير الكوفة النعمان بن بشير أحس أن في الكوفة أمر وأن فيه بيعة للحسين، فجمع الناس وصعد على المنبر وخطب فيهم وخوفهم وحذرهم من مخالفة أميرهم أو الخروج عليه. بعض كبار أهل الكوفة جاءوا إلى النعمان بن بشير وقالوا له إن هذا الأمر ما يقف إلا بالقوة والغشم، ثم اتجهوا إلى يزيد بن معاوية في الشام وأخبروه الخبر. ولما وصل الخبر إلى يزيد بن معاوية في الشام عزل النعمان بن بشير، ولعلها رحمة من الله للنعمان بن بشير حتى لا يشهد مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وولى يزيد على العراق بدل النعمان بن بشير الشقي بن الشقي عبيد الله بن زياد أو عبيد الله بن مرجانة، ومرجانة هذه هي أمه وقيل كانت مجوسية. وكتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد أول عمل تقوم به في ولايتك للكوفة تبحث عن مسلم بن عقيل، فإذا ظفرت به فاقتله أو انفيه. ووصل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة وبث السرايا والجنود والجواسيس للبحث عن مسلم بن عقيل ابن أبي طالب مرسول الحسين رضي الله تعالى عنه. في هذه الأثناء مسلم بن عقيل بعث رسالة إلى الحسين رضي الله تعالى عنه وأخبره أنه يأتي إلى العراق، فإن البيعة قد تمت والناس جاهزة والأمور موثوقة فأتي إلينا. بدأ عبيد الله بن زياد يبحث عن مسلم بن عقيل لكنه لم يجده، لكنه وجد هاني بن عروة صاحب البيت، فأحضر إلى قصر عبيد الله بن زياد. فسأله عبيد الله بن زياد أين مسلم بن عقيل، فرد عليه هاني بن عروة برد شهير وقال والله لو كان تحت قدمي هاتين ما رفعتهما عنه. فلطمه عبيد الله بن زياد لطمة قوية كسر فيها أنفه وكسر فيها أسنانه وجرحه في رأسه جرحا هائلا. سمع مسلم بن عقيل بالذي حدث لهاني بن عروة المستضيفة في البيت فأعلن الثورة وصاح بالصوت المتفق عليه للثورة وهو قوله يا منصور أمت. فاجتمع لمسلم بن عقيل أكثر من 4,000 رجل واتجه بهم لمحاصرة قصر عبيد الله بن زياد وإخراج هاني بن عروة من سجنه. وفعلا حاصر قصر عبيد الله بن زياد، وصعد كبار أهل الكوفة إلى قصر عبيد الله بن زياد وبدأوا يخاطبون المحاصرين للقصر وأتباع مسلم بن عقيل، وطلبوا منهم الرجوع وهددوهم وحذروهم ورغبوهم ورهبوهم، وكثر الأخذ والرد والقيل والقال وكثر التخذيل عن مسلم بن عقيل، حتى إن المرأة تخرج من بيتها وتأمر ابنها أن يرجع إلى البيت وتغلق الباب. وبدأ الناس ينسحبون عن مسلم بن عقيل، فانسحب منه في ذلك الوقت قرابة 3,500 رجل وما بقى معه إلا 500، وصلى المغرب وما معه إلا 10، وصلى العشاء
وما معه ولا واحد، ولم يبق معه من يدله الطريق أو يؤنسه أو يؤويه أو يحميه، فذهب على وجهه واختلط بالظلام. حاول مسلم بن عقيل الاختباء والهروب أو إبلاغ الحسين رسالة ألا يأتي فإن الوضع قد تغير، لكن لم يستطيع، وأرسل عبيد الله بن زياد الجنود للبحث عن مسلم بن عقيل حتى ألقي القبض عليه وأحضر إلى قصر عبيد الله بن زياد وأصعده إلى أعلى القصر. ولما دخل مسلم بن عقيل على عبيد الله بن زياد لم يسلم عليه، وأمر عبيد الله بن زياد بقطع رأس مسلم بن عقيل ورميه من أعلى القصر، ورمي جسده بعده، ثم أحضر هانئ بن عروة وأمر بقطع رأسه ورمي رأسه ورمي جسده معه. قتل مسلم بن عقيل يوم عرفة، وقبلها بيوم، يوم التروية يوم 8، كان الحسين رضي الله تعالى عنه قد خرج من مكة متجها إلى العراق، وكان هذا سنة 60 للهجرة. ولما تجهز الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز أبنائه وزوجاته وإخوانه وأبناء إخوانه للانطلاق إلى العراق، عارضه كثير من الصحابة ونصحوه بعدم الخروج وحاولوا إيقافه ومنعه رضي الله تعالى عنه، لكنه أصر على الخروج. وأول من نصحه هو ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال إنما دعوك للفتنة والقتل، لكن لم يستجب الحسين، ثم أعاد عليه مرة أخرى وقال والله لولا أن يزري بي وبك الناس لتشبثت في رأسك ولم أدعك تذهب أبدا. ورفض الحسين رضي الله تعالى عنه وأصر على الخروج. وحاول ابن عباس رضي الله تعالى عنه للمرة الثالثة وقال إني أتصبر ولا أصبر، وإني أتخوف عليك في وجهتك هذه الهلاك، وإن أهل العراق قوم غدر، لكن لم يستجب الحسين وأصر على الخروج رضي الله تعالى عنه. وإذا أراد الله أمرا وقع. ابن عباس لما شاهد أن الحسين مصر إصرار على الخروج اقترح عليه 3 اقتراحات. الاقتراح الأول قال له ابق في مكة، وإذا طرد أهل العراق عمال يزيد ونفوا عدوهم وأخرجوهم وكتبوا لك في ذلك فاذهب إليهم. ورفض ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقترح عليه الاقتراح الثاني وقال له اذهب إلى اليمن، فإن فيها جبالا وشعابا ولأبيك فيها أنصارا، ومن هناك كاتب الناس وابعث دعاتك. ورفض الحسين رضي الله تعالى عنه، فاقترح عليه الاقتراح الأخير وقال له إذا كنت مصرا على الذهاب فلا تخرج بنسائك ولا أطفالك، إني والله أخاف عليك أن تقتل كما قتل عثمان ونسائه وأبنائه ينظرون. ورفض الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونصحه أخوه محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه، ونصحه عبد الله بن مطيع وأبو سعيد الخدري وعمره بنت عبد الرحمن وعبد الله بن عمر، لكنه أبى رضي الله تعالى عنه، فاعتنقه عبد الله بن عمر وقال أستودعك الله من قتيل. وفي يوم التروية 8 ذي الحجة من سنة 60 سار ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زوجاته وأبنائه وإخوانه وأبناء أخيه وأبناء عمه إلى حيث كتب الله عز وجل. وفي الطريق قابل الشاعر الفرزدق قادما من العراق فسأله عن أوضاع أهل العراق وأخبارهم، فقال له الفرزدق يا ريحانة رسول الله، أما أهل العراق فقلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يريد. وواصل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مصرعه رضي الله تعالى عنه. وصل الخبر إلى عبيد الله بن زياد بخروج الحسين من مكة، فبدأ بأخذ التدابير والتجهيز وتكثيف الحراسات وبث العيون وبث الجواسيس وشراء الولاءات، وقطع الكوفة عن العالم الخارجي فلا يدخل لها أحد ولا يخرج منها أحد أبد، حتى يقطع الاتصال بين الحسين وبين أنصاره داخل الكوفة. كل هذه الأمور حدثت وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنها شيئا. ولما اقترب رضي الله تعالى عنه من العراق أرسل الحسين
رسولا من عنده، وهو قيس الصيداوي، أرسله إلى أهل العراق يخبرهم بخروجه واقترابه منهم. قبض جند عبيد الله بن زياد على هذا الرسول وأحضر إلى عبيد الله بن زياد في قصره، وأصعده إلى سطح القصر كالمعتاد، وقال له: سب الكذاب ابن الكذاب، يقصد الحسين وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فرفض قيس الصيداوي وسب يزيد، فأمر يزيد الجنود فألقوه من أعلى القصر فسقط فمه. وفي الطريق قابل الحسين بعض الأعراب وسألهم عن العراق وعن الكوفة، فقالوا: لا ندري، لكن لا أحد يستطيع أن يدخل أو يخرج منها. هنا أحس الحسين إن الأوضاع قد تغيرت وأن الأمور ارتبكت، وفعلا وصل خبر مقتل مسلم ابن عقيل ومقتل مستضيفه في البيت هاني ابن عروة. فتوقف الحسين والتفت إلى أصحابه واستشارهم في الرجوع إلى مكة. هنا قام أبناء وإخوان مسلم بن عقيل وقد علموا بمقتل أخيهم وقطع رأسه وتعليقه في السوق، فقالوا: والله لا نرجع حتى ندرك ثأرنا أو نلقى ما لقي أخونا. هنا قرر الحسين مواصلة المسير وعدم الرجوع، وسمح لمن أراد الرجوع من جيشه أن يعود. فتفرق الناس عن الحسين يمينا وشمالا، وبقي معه من خرج معه من مكة، أما من التحق معه في يزيد التميمي وأخذ يقلبها، قال: والله لا ندري ما هي ولا من كتبها. وقال الحر ابن يزيد للحسين رضي الله تعالى عنه: إني لم أؤمر بقتالك، لكن طلب مني إن قابلتك أن أسلمك إلى عبيد الله بن زياد. قال الحسين لهذا القائد: الموت أدنى لك من هذا الطلب. فقال الحر للحسين رضي الله تعالى عنه: يا ابن بنت رسول الله، لا تذهب مع طريق الكوفة ولا ترجع مع طريق المدينة، ولكن اتجه إلى طريق الشام. فسلك الحسين هذا الطريق، ومشى الحسين حتى وصل إلى منطقة واستقر فيها، فسأل من حوله: ما اسم هذه المنطقة؟ فقالوا: كربلاء. فقال الحسين بهذا الحرف: كرب وبلاء، إن البلاء موكل بالمنطق. وفي هذه المنطقة واجه الحسين جيشا ليزيد فيه قرابة 4000 مقاتل يقودهم عمر بن سعد بن أبي وقاص. كان هذا الجيش متجه لقتال الديلم، لكن عبيد الله بن زياد أمره بالرجوع ومواجهة الحسين. قائد هذا الجيش عمرو بن سعد بن أبي وقاص رفض، فهدده عبيد الله بن زياد وقال له: لئن لم تفعل لأعزلنك ولأقتلنك ولأهدمن دارك. فخاف عمرو واتجه لمواجهة الحسين. أحاطت خيل عمرو بن سعد بريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم الحسين التفاوض، وسأله عمرو بن سعد: ماذا أتى بك؟ رد الحسين: هم بايعوني وهذه كتبهم، فإن كانوا لا يريدون ونزعوا يدهم من بيعتي سأعود إلى مكة. كتب عمرو بن سعد إلى عبيد الله بن زياد يخبره أن الحسين تراجع ويريد الرجوع إلى مكة. فكتب عبيد الله بن زياد ردا وفيه أبيات: الآن إذ نشبت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. وقال ابن زياد قائد الجيش: خذ منه البيعة ليزيد، فإن بايع فانتظر أمرا آخر مني. رفض الحسين رضي الله تعالى عنه البيعة ليزيد بتاتا، ومهما كانت العاقبة. ووصلت المفاوضات بين الفريقين إلى طريق مسدود، واستعد الفريقين للمواجهة، لكنها مواجهة غير متكافئة أبدا، لا عددا ولا عدة. وفي 9 من محرم زحف عمرو بن سعد بجيشه باتجاه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت الحسين غفوة فأيقظته أخته زينب، فقال لها: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي: إنك تروح إلينا. فقالت أخته برتاعة: يا ويلتاه. فقال: ليس لك الويل يا أخي. أرسل الحسين أخوه العباس
عباس إلى جيش عمرو بن سعد ليرد عنهم الجيش هذه الليلة حتى يصلوا ويستغفروا ويسبحوا ويهللوا. ووافق عمرو بن سعد عن الانصراف عن القتال في هذا اليوم، وخطب الحسين في من معه من أصحابه، وأذن لمن أراد الانصراف الانصراف، وقال لهم إن القوم يريدونني. فقام أبناءه وإخوانه وأبناء إخوانه فقالوا لا بقاء لنا بعدك ولا أرانا الله فيك ما نكره، وتعاقد الجميع على القتال والصبر والثبات حتى النهاية. وفي ليلة عاشوراء أمر الحسين أصحابه أن يقربوا الخيام من بعضها حتى تختلط أطنابها مع بعض حتى لا تستطيع الخيل الدخول منها، وبات ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في استغفار وفي تهليل وفي تسبيح. وعندما صلى الحسين الفجر رتب أصحابه وجهزهم وجعل الحسين الخيام فيها الأطفال والنساء، وأحد أبنائه هو زين العابدين ابن الحسين كان مريض جدا جعله مع النساء في الخيام. واقترب الجيشين وحانت ساعة اللقاء، فبدأ ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر جيش عمرو بن سعد بفضله ومكانته، والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الحسين، واتركوني أرجع إلى مكة. وبدأ الفريقان يقتربون من بعض حتى احتدم القتال، وكانت بداية القتال رمى جيش عبيد الله بن زياد الحسين ومن معه بالنبال قرابة 500 سهم نزلت في وقت واحد، قتلت جميع الخيول التي في جيش الحسين. وبدأ الاشتباك وتقاتل الطرفين واستبسل أصحاب الحسين وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام، كيف لا وهم أحفاد الأسد الكرار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أشجع الشجعان وفارس الفرسان. حاول أحد قادة جيش عمرو بن سعد وهو شمر ابن ذي الجوشن الوصول إلى الحسين، لكن أصحاب ريحانة رسول الله استبسلوا في الدفاع عنه، وحاول هذا المجرم الوصول إلى خيام الحسين وإحراقها، فصاح فيه النسوة فولى هاربا، واشتد البأس وتقافزت الأسود وتجلت الشجاعة. صلاة الظهر، فطلب الحسين التوقف للصلاة فتوقف الجميع، ولما أدوا صلاة الظهر عاد القتال أشد من قبل. في هذه اللحظة وصل القتال إلى الحسين رضي الله تعالى عنه، ومات بين يديه عدد من أبنائه وأبناء إخوانه، والتم أصحابه عليه يدافعون عنه حتى قتلوا عن آخرهم، ولم يبق من أبناء الحسين إلا زين العابدين الذي كان مريضا وموجودا في الخيام. خرج من الخيام غلام صغير اسمه علي بن الحسن، وكان وقتها طفل صغير، ولما شاهد أعمامه وإخوانه وأبناء عمه أمامه صرعى حمل الغلام سيفه للقتال، فاتجه إليه رجل في جيش عمرو بن سعد فضربه، فصاح الغلام يا عماه، فانتبه له الحسين واتجه له وشد على الرجل حتى هرب. فنظر الحسين إلى هذا الغلام وهو مضرج بدمائه ويفحص برجله وينازع الروح، وقال بئس القوم قتلوك، ومن خصمك يوم القيامة فيك جدك. وجلس الحسين على باب الخيمة منهكا متعبا عطشانا، جلس الحسين أمام الخيمة وهو حزين ومنهك القوى ويقتله الظما، وأمامه أبنائه وإخوانه وأبناء أخيه وأبناء عمه كلهم صرعى. يقول عبد الله بن عمار رأيت الحسين قد حمل على الناس وحده فانذعروا عنه، والله ما رأيت رجلا قتل أولاده وأصحابه أربط جأشا منه. اشتد العطش بالحسين رضي الله تعالى عنه، فاتجه إلى الفرات ليشرب لكنهم منعوه منه، ورجع مرة أخرى لمحاولة الوصول إلى الفرات ليشرب، ولما أراد أن يشرب ضربه أحدهم بسهم في حنكه فنزعه الحسين فثار الدم. وهنا جلس الحسين وقد خارت قواه وأنهكه التعب والعطش والإعياء، وأمامه الناس صافين ينظرون إليه، لا أحد يريد قتله، وهو ينظر إليهم وهم ينظرون إليه. فقام شمر ابن ذي الجوشن عليه لعنة الله يحرض الناس على قتل ريحانة رسول الله وابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويقول اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم. هنا اقترب الجيش
الجيش من ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاجلوه ضربا بالسيوف والرماح، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. ضرب على كفه اليسرى، ثم ضرب على عاتقه، ثم تركوه وهو يقف ويسقط، ثم يقف ويسقط رضي الله تعالى عنه، ثم تقدم إليه أنس ابن سنان النخعي فضربه بالرمح فقتله، ثم جاء شمر ابن ذي الجوشن عليه لعنة الله فقطع رأسه. والغريب أن سنان ابن أنس وشمر ابن ذي الجوشن كانوا في جيش علي رضي الله عنه وهو يقاتل معاوية، وسقط الجسد الذي يشبه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه 33 ضربة بالسيف و34 طعنة بالرمح، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ووصل الرأس إلى عبيد الله بن زياد ووضعوه بين يديه، فنظر إليه وأخذ بيده عصا وأدخلها في فم الحسين وأخذ يحركها وقال: والله إنه لجميل الثغر. وكان الصحابي رضي الله تعالى عنه زيد بن أرقم حاضرا هذا المشهد، فما تحمل الموقف وضرب العصا من يد ابن زياد وقال: ارفعها، والله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر. فبكى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، فقال ابن زياد: أبكى الله عينيك، والله لولا أنك شيخ خرف لضربت عنقك. أمر ابن زياد برأس الحسين فطافوا به في الأسواق، ثم نصبوه في وسط الكوفة، ثم بعثوه بأبناء ونساء الحسين إلى يزيد بن معاوية في الشام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أعجبك هذا المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع لايك، ويسرني أن تعلق على هذا المقطع. نشاهدكم في مقطع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.